احنا لما بنقول رياض محرز عامل موسم تاريخي، الناس بتقول لك ده بيطبلوا عشان خاطر يلموا مشتركين ويلم لايكات. عزيزي انا بتكلم على محرز، الحمد لله بلمش مشترك، بالعكس انا ببقى سالب، بس مش مهم. المهم بالنسبه لي التيم بتاعي يا باشا، رياض محرز السنه دي بيقدم موسم عظيم جدا، مؤثر في كل البطولات، دوري ابطال اوروبا، مؤثر في الدوري، مؤثر في الكهرباء واللي طلعنا منها، والنهارده في كاس الاتحاد الانجليزي رياض بينزل في الدقيقه 60 بيسجل في الدقيقه 72، بسم الله ما شاء الله 12 دقيقة سجل هدف جميل جدا، خد الكورة من إيكاي جندوجان وسجل الهدف الرابع. قبله للأمانة فيل فودن كان مسجل هدف جميل جدا 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 جدا، فيل فودن خد وشاط راحت في البعيدة. كيفن دي بروين قبلها كان ضربة جزاء، قبلها بقى الشوط الأول كان بسم الله ما شاء الله هدف جميل عن طريق رحيم ستيلينج، وهدف ذاتي عن طريق الأسطورة إمريك لابورتو. ما هو دفاعنا بعيد عنك لما روبن دياز اتصاب، رجعنا لثنائية إمريك لابورتو وجون ستونز، وبسم الله ما شاء الله من وقتها والدفاع مخروم. يعني إمريك لابورتو بيقدم أداء سيء جدا. هتقول لي لا بس سيتي أول ماتش يخش فيه هدف من 6 ماتشات فاتوا، يا راجل إيه اللي في كده؟ ده عزيزي مش القصة انك بيخش فيك اهداف ولا لا. ادرسون كان بيطلع، والنهارده زاك ستيفن طلع للامانه. محمد اليونيسي بيقرر يلعب عرضيه، يا راجل تيجي انت مشارك في مرماك والكره رايحه في مرمى، ايه يا عم امريك اللي بتنيله ده؟ فين الثقه يا معلم؟ يعني انت المفروض بقى تلعب دوري اسبانيا قد الدنيا وفي ثقه وفي شويه يعني قوه شخصيه، فين قوه الشخصيه والثقه اللي عندك يا برو؟ ما انا عايز افهم. طيب لا استنى، مش مستني حاجه لا مؤاخذه يعني من جاك جريليتش، ولا نستنى حاجه من بيب جوارديولا ان هو يغير فكره ان احنا بنلعب من غير مهاجم. حتى لما جابريل جيسوس، يعني جابريل جيسوس في الملعب الفرد الوحيد اللي موجود عندنا في الفرقه، لعبنا طرف يمين. في ابداع وعظمه بيحصلوا كتير السنه دي بصراحه، بس تالق رياض مغطي على حاجات كتيره بتحصل في ام الفرقه دي. النهارده رياض سجل الهدف الرابع، كنا كسبانين 3-1، بس برضو رياض محرز السنه دي شايل كتير قوي في الدوري بصراحه. فما تستغربش لو لقيت الفرود اللي حيلتنا بيلعب ناحيه اليمين، وجاك جريليتش اللي هو بيلعب ناحيه الشمال بيلعب فرود، ورحيم كاكا بيلعب ناحيه الشمال، واوقات رحيم والاسطوره جاك جريليتش بيعملوا سويتشات مع بعض، واحد بيخش والتاني يبقى على الطرف. بس كويس كويس ان احنا عرفنا نكسب النهارده، كويس جدا للامانه. وعايزك تفهم حاجه عزيزي، ان احنا لازم يكون عندنا بدلاء اقوياء، لان الوضع حاليا في سيتي الموضوع بدا يبقى مخيف جدا، لان خط الدفاع من ساعه اصابه روبن دياز الموضوع بدا يروح لحته ان احنا رجعنا لخط دفاع سيتي المخروم تاني. ناحيه اليمين كايل ووكر قدم اداء كويس، بس انا بستغرب جدا من كايل ووكر لما بلاقيه دايما مغطي في الاوفسايد وهو اول لعيب بيرفع ايده. يعني انت مغطي كره محمد اليونيسي، اليونيسي لاعب امريك كملها، بس انا ما عنديش مشكله، انا عندي مشكله فيك انت، انت مغطي يعني ليه بترفع ايدك؟ مش ناقصه جنانه هي عم ووكر. والناحيه الثانيه جو كانسيلو بيقدم اداء عظيم جدا، يعني جو كانسيلو برده شايل كتير قوي الموسم ده. كيفن دي بروين قدم اداء، هو كيفن دي بروين العادي بتاعنا، كيفن دي بروين واحد من افضل عناصر في الفريق، لم يكن العنصر الافضل في الفريق، هو رياض محرز ممكن يكونوا بيتنافسوا على مين الافضل السنه دي، بس رياض اغلب الماتشات اللي لعبها كان افضل، انما كيفن احنا عارفين كيفن بيلعب لنا ماتشين ثلاثه وبعد كده يتصاب 10 ماتشات، يرجع يلعب ماتشين ثلاثه يتصاب له 20 ماتش، فكيفن دي بروين دور الاصابات كان الموضوع اتغير تماما. ايكاي جندوجان انا بفرح لما بشوف ايكاي جندوجان الفتره الاخيره، كنت بكرهه جدا السنه اللي فاتت، بس السنه دي السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان هارب من الفرقه حرفيا. السنه دي بصراحه بيعجبني مشاركات ايكاي جندوجان، رودري بيقدم اداء عظيم جدا، جاك جريليتش حسب الله ونعم الوكيل هو ورحيم ستيرلينج فيهم، فهنعمل ايه؟ وجابرييل هو تقريبا نسي ان هو كان بيلعب سترايكر، يعني في الواد يعني اتروش معانا، بس كويس جدا ان احنا عرفنا نكسب النهارده. وهرجع تاني واقول لك في نهايه الفيديو ان بالنسبه لي هيفضل نجم الموسم الاول هو رياض محرز، سواء حبيت او كريت براحتك يا برو. بس الحمد لله ان بيب جوارديولا النهارده ما نسيش التغييرات. غيرنا متاخر في الدقيقه 60، بس كويس ان احنا بنغير اهو. متاخر ايه؟ احنا غيرنا متاخر في الدقيقه 80، في الدقيقه 80 راح منزل ناصر ايكاي والكسندر زيلتشينكو ومنزل فرناندينو اللي هو بسم الله ما شاء الله بيبي مو افتكر التغييرات، راح منزل خمسه في الفودن ورياض ودينيو وكمان زيلتشينكو وناصر ايكاي. قال ايه يا اخويا؟ ايكاي هو اللي هيعمل ثنائيه ممتازه مع روبن دياز مع اسمه ايه ده جون ستونز. اللي هو في ضحك كتير بيحصل السنه دي، بس ربنا يستر وان شاء الله الموسم يخلص على خير، وربنا يستر بجد من الثنائيه بتاع ستونز ولابورت في ماتش ليفربول، ربنا يستر وتسلك الموسم ده على خير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو عايز رايك واحترم.